يوم حافل بدأ قبل بزوغ فجره في مختلف المناطق البحرانية في أولى الدقائق ليوم عصيان العزة في الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة في البحرين. وبالرغم من الانتشار الواسع للمدرعات والآليات العسكرية، إلا أن المجاميع الثورية خرجت للشوارع الرئيسية والطرقات منادية بإسقاط النظام وتقرير المصير. شهود عيان أكدوا قيام قوات النظام منذ الساعات الأولى من الفجر على إزالة الحواجز التي وضعها الثوار على مداخل البلدات والقرى، كما شهدت العديد من المناطق مواجهات واشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والقوات، أسفرت عن اعتقال حوالي 29 ناشطا وإصابة العشرات بالرصاص الانشقاري المحرم دوليا. وقد أصيب الفتى مهدي القفاص من بلدة السنابس إصابة حرجة استدعت نقله للمستشفى العسكري، ولا زالت الجهات الأمنية تتكتم على مصيره وتمنع ذويه من رؤيته. وشهدت جزيرة سترة والمعامير والنويدرات والعكر وعشرات المناطق حراكا ثوريا بدأ انطلاقه منذ الصباح الباكر، فيما تمكن عشرات المتظاهرين من كسر الحصار الأمني على شوارع العاصمة المنامة والتظاهر في الحي التجاري. وبعد نجاح الجولة الأولى من تظاهرات عصيان العزة، جددت المعارضة الثورية الدعوة للخروج في تظاهرات العصيان للجولة الثانية، والتي استمرت حتى حلول الظلام. وقد أكد الشهود محاولات عناصر مرتزقة النظام دهس المتظاهرين بالمركبات والمدرعات. وقد شهدت الشوارع البحرينية والمنشآت والدوائر الحكومية خلوا تاما من المراجعين وغياب لطلاب المدارس والجامعات، بالرغم من ادعاءات السلطة بطبيعة الحركة والإيحاء بعدم وجود احتجاجات في الشارع. وجدد الثوار في اليوم الثاني لفعاليات إحياء الذكرى الثالثة للثورة صباح اليوم 14 من فبراير من عام 2014 بالخروج في تظاهرات بعد صلاة الفجر مباشرة، اقتداء بزعيم تيار الوفاء الإسلامي المعتقل عبد الوهاب حسين حين قاد تظاهرات يوم 14 من فبراير من عام 2011 في بلدة النويدرات غرب العاصمة المنامة، والتي واجهتها قوات النظام باستخدام قنابل الغازات المسيلة للدموع والرصاص الانشطاري. وتجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية أعلنت عن مخاوفها حيال استخدام السلطات البحرينية العنف ضد المتظاهرين في ذكرى إحياء ثورة 14 من فبراير.